اهلا بيكم معنا مره تانية، واحنا في 15 رمضان، يعني احنا في العشر الاواسط. العشر الاواسط دي ايام المغفره، ربنا يتقبل مننا ويغفر لنا جميعا. عايزين نشوف فضل الايام دي وازاي احسن حاجه ممكن نعملها عشان نغتنم فيها الفضل في ايام المغفره. مع ضيفنا وضيفكم الشيخ احمد ابراهيم المشاد، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. يا فضيله الشيخ اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. أهلا. يعني ايه ايام المغفره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيام المغفرة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى على عباده بالمغفرة، بالعفو عن الذنوب. طبعا موسم رمضان موسم من المواسم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى فيها على عباده بمزيد من الفضل وبمزيد من الخير، وهو موسم من مواسم الطاعات. فالبني آدم المسلم يغتنم مثل هذه المواسم علشان يقبل على الله سبحانه وتعالى. صحيح. من أوسع الأبواب. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يبشر المؤمنين ببشرى كبيرة جدا، اللي هي إيه؟ إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. ومن هنا اشتهر عند الناس إن هم بيقسموا شهر رمضان الكريم إلى ثلاث أتلات. الرحمة، أيوة، العشرة الأوائل، العشرة بتوع الرحمة، يقولوا كده، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. وهذا المعنى معنى صحيح جاءت به السنة النبوية وجاء به القرآن الكريم. الحقيقة رب العالمين سبحانه وتعالى لما فرض على عباده عبادة الصيام أو فريضة الصيام، فرضها الله سبحانه وتعالى علشان بيبقى فيه، كلنا عارفين يعني إن نفس الإنسان أحيانا لها مطامع ولها شهوات، والنفس دي ضروري إن هي تهذب وضروري إن هي تؤدب. فلو الإنسان اتبع مطامع نفسه وشهوات نفسه ربما في كثير من الأحيان يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. صحيح. أو يحصل هذه الشهوات من طريق غير حلال، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يفرض على الإنسان عبادة الصيام. الصيام ده معناه إيه؟ معناه أن الإنسان بيمتنع عن المسائل الضرورية، الأمور الضرورية اللي بيحتاجها كل إنسان، اللي في مقدمتها الطعام والشراب. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يمنعنا عن هذه الأشياء الضرورية. فالإنسان يتفكر، طالما أن ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الأمر وقدرنا نعمله، يبقى يقدر الإنسان أن هو يمتنع عن الأمور اللي ممكن يكون فيها معصية لله سبحانه وتعالى. طيب الإنسان بقى ممكن يكون أسرف على نفسه في المعاصي، ممكن يكون الإنسان يعني وقع أسير لزلة النفس أو وقع أسير لشهوات النفس، وعاوز بقى مناسبة أو عاوز فرصة يغير نفسه فيها ويقبل على الله سبحانه وتعالى. يقوم حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يبشرنا ويقول لنا أن رمضان ده فرصة مهمة جدا، وأن الإنسان لو حرم هذه الفرصة وضيع هذه الفرصة، وخاصة إن فيها ليلة نقدر نعوض فيها كل حاجة. ليلة القدر. ليلة القدر. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني وإحنا في أيام المغفرة أفضل حاجة نعملها عشان نغتنم هذه الأيام؟ أفضل حاجة نعملها إن إحنا إذا كان فيه يعني حد مثلا أخطأ في حقنا، أو حد يعني لنا عنده حق إن إحنا نغفر له وإن إحنا نسامحه، وإن إحنا نتخلق بخلق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي هو خلق العفو. ربنا سبحانه وتعالى كده يقول في القرآن الكريم وليعفوا وليصفحوا، ويقول بقى على طول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني الإنسان ده ممكن يكون حد وقع في حقي وأخطأ في حقي، اغتبني أو قال في حقي كلام مش كويس، أو تصرف في حقي تصرف مش كويس. طيب أنا بقى مش معصوم أنا كمان، فممكن أنا أكون ليا زلات وليا ذنوب وليا معاصي، وعاوز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي الذنوب والمعاصي دي، فأعمل إيه؟ أسامح. يقوم القرآن يدعوني إلى التسامح، يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يبقى أول حاجة نعملها إن إحنا نعفو ونصفح لله سبحانه وتعالى، علشان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عننا ويغفر لنا الزلات. إيه كمان بقى ممكن نعمله؟ إن إحنا نستمر في اغتنام هذه الأوقات. ومهم جدا في شهر رمضان المبارك إن إحنا ندرك إن الأعمال فيها ثوابها مضاعف،
والعلماء الأفاضل كلهم بيبينوا ده، والخطباء على المنابر وفي الدروس بيبينوا للناس الكلام ده. ولكن مهم قوي إن احنا نربط في شهر رمضان ما بين عبادة الصيام وأيام رمضان وما بين الارتباط بالقرآن الكريم، الصلة وثيقة جدا. لو جينا نتأمل هنلاقي إن رب العالمين سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصيام وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، جه في الآية التالية مباشرة وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى أكيد في ارتباط ما بين شهر رمضان وعبادة الصيام وأداء فريضة الصيام في نهار شهر رمضان وبين تلاوة القرآن في ليالي رمضان، لأن ربنا سبحانه وتعالى اختار نهار هذا الشهر ليكون محلا لأداء فريضة الصيام، واختار ليل هذا الشهر ليكون محلا لتنزل القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. عشان كده حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه بقى عليه الصلاة والسلام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ده برضو غفران، احنا بنتكلم في أيام الغفران. يبقى من صام إيمانا واحتسابا وهو على يقين وثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيتقبل منه هذا الصيام وأن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على هذا الخير، يبقى غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احنا هنقوم رمضان بإيه؟ هنقوم رمضان بإحياء الليل بتلاوة القرآن، هنقوم رمضان بقيام الليل اللي هي صلاة التراويح وصلاة التهجد، والحمد لله رب العالمين المساجد بتكون عامرة بمن يقبلون على الله سبحانه وتعالى فيقبلهم الله تعالى ويتجلى عليهم بالمغفرة. ومناسبة التسامح بقى في يوم المغفرة، احنا بنشوف ناس كتير خلقها بيضيق وهي صايمة، تقول لهم ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما عمل الصيام زي ما احنا لسه بنتكلم كده بنقول ان رمضان ربنا سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام عشان يهذب انفسنا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا بقى عودوا انفسكم على المنع، هو ربنا جعل الصيام ده عشان يعذبنا؟ لا ابدا، مش علشان يعذبنا، ده علشان يعلمنا. عشان كده بنقول الصيام ده مدرسه، رمضان ده ومدرسه الصيام دي فرصه كبيره جدا للتغيير. فاللي بقى بيقول ان هو خلقه ضيق، ولا اللي عنده عادة من العادات مش عارف يقلع عنها، ولا اللي عنده أمر من الأمور المستحب إن هو غيره، رمضان ده فرصة يا جماعة الخير. إذا كنا قادرين على أن نتعود على المنع عن الطعام والشراب فنحن أقدر على المنع على غيره من الأشياء اللي مش بيها قوام الجسد ولا بيها قوام الحياة زي الطعام والشراب. فبنقول للناس بقى ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام وهو فرصة للتغيير. فإذا كان بقى خلقنا ضيق ما نجيش بقى نتحجج ونقول ده احنا خلقنا ضيق علشان احنا صايمين، لا، ده احنا نشوف هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان من طبعه دايما الحلم، ويقول عليه الصلاة والسلام ما كان الحلم في شيء إلا زانه، زينه كده وخلاه جميل، وما نزع الحلم من شيء إلا شانه. فإحنا نستقبل هذه الأيام وإحنا في أيام المغفرة نرجو الله سبحانه وتعالى أن يغير ما في أنفسنا. فإذا كان خلقنا ضيق فنستهدى بالله سبحانه وتعالى كده ونقبل على الله سبحانه وتعالى ونطلب من الله سبحانه وتعالى إن هو يغير لنا هذا الخلق وندرب أنفسنا على هذا الأمر، عسى الله سبحانه وتعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال. بمناسبة العادات كمان، الناس اللي كانت بتقول إن التدخين مش حرام في رمضان أو ما يفطرش. لا طبعا، التدخين من المفطرات. وإذا كنا احنا برضو احنا إذا كنا بنتكلم في حكم فقهي متعلق بالصوم فلا شك قطعا إن التدخين مفطر. طيب الناس بقى اللي بتقول طيب يعني احنا في رمضان وممتنعين عن التدخين، ما احنا بنقول لهم ديت فرصة، هو إذا كان التدخين ده يعني بتعتبروه ابتلاء، وإذا كنا معترفين إن التدخين ده زي ما العالم كله بيقول إن هو له أثار سلبية جدا على الصحة وله أثار سلبية جدا على الأحوال الاقتصادية بتاعتنا، يعني من الأشياء العجيبة الغريبة إن ممكن تلاقي حد مثلا من الناس العاديين حالة المادية بتاعته يعني حالة متوسطة أو حالة على قدها،
فممكن يستغنى عن شيء من الأمور الضرورية جدا عشان يشتري سجاير، علشان يروح يشتري سجاير. ومع يعني الحالة الاقتصادية اللي الناس عايشها أصبح الأمر عبء اقتصادي مكلفة، يعني ما هيش مش حاجة من الأمور البسيطة يعني، فبقت مكلفة. فاحنا بنقول للناس إن لا، ما هو ده فرصة هو. ما احنا بنقعد طول النهار في رمضان لا بناكل ولا بنشرب ولا بندخن، فنقدر إن احنا نستغنى عن التدخين في غير رمضان زي ما بنستغنى عنه في رمضان. الموضوع كله متعلق بالعزيمة، العزيمة إن الإنسان يكون عنده همة ويكون عنده قوة في الإرادة. إذا كان الأمر ده موجود، وده بالمناسبة جزء من تزكية النفس اللي بيعلمها لنا الصيام، أصل ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن كل عمل من الأعمال اللي الإنسان بيعملها من العبادات يعني ممكن يدخلها حظ النفس، ممكن الإنسان يرائي فيها، إلا الصيام لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح. إن ممكن الإنسان ممكن يأكل ويشرب في مكان ما حد شايفه فيه، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان الحال كذلك وكنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى وامتنعنا عن الطعام والشراب وامتنعنا عن التدخين وامتنعنا عن تحصيل الشهوة أو اللذة اللي الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى أحلها، إذا كان الحال كذلك فدي فرصة برضو. إذا كان بقى عندنا همة، وإذا كان عندنا قوة إرادة، وإذا كان عندنا عزيمة، ممكن نتغير فيما بعد رمضان ونتخلى عن التدخين اللي بيأثر علينا صحيا، واللي بيأثر علينا اقتصاديا، واللي بيأثر علينا يمكن دينيا على المستوى الديني كمان. أفضل الأدعية في أيام المغفرة إيه؟ هو كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة رضي الله عنها بتسأل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء في ليلة القدر. احنا طبعا معروف ان ليلة القدر دي ليلة يستجاب فيها الدعاء، فلما سألت حضرة النبي عليه الصلاة والسلام عن ايه أكتر دعاء ممكن تدعو به علشان يعني تفوز فوز كبير عند الله سبحانه وتعالى، فيقول لها حضرة النبي عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فاحنا بنتكلم عن دعاء ليلة القدر اللي هو أرجى للقبول. لما سيدنا النبي يقول لها كده نعرف إن ده أهم دعاء ممكن الإنسان يدعو به على الإطلاق، إن احنا نشغل أثمن وقت عندنا اللي هو وقت ليلة القدر بهذا الدعاء بخصوصه، يبقى هذا أثمن دعاء ممكن ندعو به في كل الأوقات. وإحنا بنتكلم في أيام المغفرة يعني عاوزين ربنا يغفر لنا، يعني عاوزين ربنا يعفو عنا، فنقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نردد ده طول شهر رمضان في أيام الرحمة وفي أيام المغفرة وفي أيام العتق من النار، فإذا عفى الله تعالى عنا دخلنا جنة الله من أوسع أبوابها. كان في هل في افعال معينه او حاجات في السيره كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او الصحابه بيعملوها في ايام المغفره؟ هو كان حضره النبي عليه الصلاه والسلام حريص ان هو يقوم الليل، فيعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جه في شهر رمضان وجه وقف صلى الله عليه وسلم في مسجده يصلي، فالصحابة شافوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي فراحوا اجتمعوا خلف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيصلوا وراه ماشي. فجيه الليلة اللي بعدها وقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فجوم الصحابة برضه وقفوا ورا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام صلوا، فجيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الثالثة انتظروه يخرج فما خرجش عليه الصلاة والسلام. طب ليه ما خرجش عليه الصلاة والسلام؟ خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض هذه الصلاة على أمته، ولكنه صلى الله عليه وسلم حبب إليهم القيام بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إيه هي الأعمال أو القربات أو الطاعات اللي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام في أيام المغفرة؟ نحرص على صلاة القيام، لأن إحنا عندنا ملاحظة عجيبة شويتين، إن الناس في أول رمضان بيبقى عندهم الهمة قوية. صحيح. شأن مع كل الوقت. أيوة شأن كل شيء جديد. وإحنا وصلنا نص رمضان الهمة بتقل. فبتبدأ بقى العملية يحصل فيها فطور شوية في شوية في شوية، وبعدين بقى الناس دلوقتي في الأوقات إحنا فيها دي يبدأوا بقى ينشغلوا إن هم عاوزين يشتروا بقى لبس العيد، فيبدأوا بقى ويشتروا يبدأوا يجهزوا للكحك والبسكويت والكلام بتاعت الاحتفال بالعيد ده، فيبدأوا ينشغلوا شوية.
عن العبادات وعن الطاعات، ويشوفهم بقى المصالح والأشياء الحياتية، يشوفوا مصالحهم ويشوفوا ويفرحوا ويشتروا لبس العيد الجميل والجديد، ويفرحهم ويعملوا من الكحك والبسكويت ويعملوا كل حاجة. دي كلها رزق طيب من عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لم يحرم على عباده شيئا من طيبات الرزق. ولكن احنا مش عاوزين الأمور دي تشغلنا عن المهمة الأولى اللي ربنا سبحانه وتعالى دفعنا إليها دفعا في هذا الشهر الكريم، وإن احنا نقبل على الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ونقبل على الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن، ونقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. نعمل ده وبعدين نروح نشتري الملابس ونعمل اللي احنا عاوزينه، ولكن المهمة الأولى إن احنا نلتزم بإن احنا نحرص على أنفسنا شوية وصلتنا بالله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، عشان نعوض شوية من اللي فاتنا. ما احنا عارفين إن احنا يعني في ممكن البني آدم ينشغل، ممكن البني آدم يبقى عنده حاجات ومتطلباته المعيشية تخليه في بعض الأوقات يبقى يعني إيه مقصر شوية. فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا موسمه موسم من مواسم الطاعات نعوض فيها ما فاتنا، فما ينشغلش عن هذا الموسم بلبس العيد ولا بعمايل الاحتفال ولا الكلام اللي زي كده. نصلي ونأدي صلاة القيام ونقرأ القرآن، نخلص أورادنا والدعاء بتاعنا، ونروح نشتري لبس العيد ونعمل اللي نفسنا فيه. مركز الأزهر العالمي للفتوى، كلمنا شوية عن جهوده، بيعمل إيه؟ بيشتغل في حاجات كتيرة ما شاء الله. يعني هو من اسمه هو مركز فتوى، المهمة الأولى بتاعته إن هو بيقوم بالفتوى من خلال عدة وسائل. الفتوى الهاتفية من خلال رقم 19906، أي حد خلال شهر رمضان يقدر يتصل من 9 صباحا ل 9 مساء يسأل في أي فرع من فروع الدين، فهيلاقي المفتي قاعد منتظر ومستعد إن هو يجاوب على الفتوى بتاعته. ممكن من خلال التطبيق الإلكتروني، رسائل إلكترونية يعني، يبعتها على التطبيق الإلكتروني لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ويصله الرد مكتوب، أو من خلال صفحة الفيسبوك لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. على مدار 24 ساعة الزملاء قاعدين يجاوبوا على الفتاوى. ده فيما يخص الفتوى. طبعا عندنا في مركز الفتوى لم الشمل، وحدة لم الشمل، وعندنا في مركز الفتوى قسم التوعية الأسرية والمجتمعية المعنية بتوصيل الرسالة للشباب المقبلين على الزواج وتصحيح المفاهيم فيما يخص الأسرة والحياة الزوجية عموما يعني. وعندنا في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وحدة بيان للرد على شبهات الملحدين، وعندنا كمان وحدة الدعم النفسي اللي هي بتقوم في مواجهة يعني الاكتئاب أو الانتحار. وطبعا احنا عندنا قسم خادم لكل هذه الأقسام اللي بتتعامل مباشر مع الجمهور، اللي هو إدارة الدعم العلمي والأكاديمي اللي فيها عدد من العلماء المتخصصين بيعملوا في المركز كاستشاريين يقدموا الاستشارة للمفتي، علشان المفتي لما يقدم الفتوى يكون مرتكز في فتواه على الاستشارة الصحيحة من المتخصص في أي شأن من الشؤون العلمية. هي أغرب الفتاوى اللي جات لكم عن رمضان وعن الصيام؟ يعني هي الفتاوى كتير، والغريب في الفتاوى كتير برضه، ولكن هم ربما بعض الناس يكونوا يعني إيه عاوزين يتلمسوا لأنفسهم الأعذار شوية في شهر رمضان، فيعني يجي يقول والله أنا ببقى في شهر رمضان مثلا يعني ما بقدرش أصوم. طب أنت ما بتقدرش تصوم ليه؟ أصلا أنا مثلا مريض بكذا، أو أنا لما الجوع ببقى عندي جوع بشكل كبير يعني أو على نحو كبير يعني بصوم فترة طويلة، فببدأ أدوخ أو أضعف في الشغل أو حاجة زي كده. فطبعا الحاجات اللي زي كده ممكن تؤثر على الصائم، وممكن صحيح يكون اللي هو بيتكلم فيه أمر صحيح، وممكن يكون هو فعلا الصيام ممكن يمثل خطورة عليه. فطبعا بنقول للحالات بقى اللي على هذا النحو ده بيبقى كتير الحقيقة يعني في شهر رمضان، إن نقول لهم لا، الجأوا إلى الأطباء المتخصصين وشوفوا هيفتوكم هم بإيه. إذا كان الصيام في حقكم مش هيأثر عليكم صحيا ومش هيبقى فيه ضرر أو خطر على حياتكم أو على صحتكم، فلا يجب إن أنت تصوم. أما إذا كان الأمر فيه بعض المشقة فهو فعلا ما هو الصيام فيه بعض المشقة، الامتناع عن الطعام والشراب إذا كان الموضوع مجرد المشقة يعني فما فيش مشكلة. بعض الناس اللي هم من أصحاب الأعذار ييجوا في شهر رمضان يقولهم لا إحنا عاوزين نصوم وكده لازم نصوم، يبقى مثلا سيدة مثلا عندها عذر مثلا بس يقولها مستحيل أفطر في شهر رمضان، فعاوزة فتوى إن هي تصوم. فنقول لهم لا،
ربنا سبحانه وتعالى استثنى بعض الأصناف من فرض الصيام والفطر واجب عليهم. ففيه بعض الناس بيكون عندهم الهمم عالية وعاوزين يصوموا حتى لو هم من أصحاب الأعذار، وفي ناس بتكون الهمم عندهم ضعيفة وعاوزين يفطروا وهم مش من أصحاب الأعذار حتى وهم مش من أصحاب الأعذار. بيجي لكم فتاوى من دول كتيرة في العالم؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على المستوى العالمي محقق نتائج كويسة جدا، وفيه يعني كثير من المراكز الإسلامية في حول العالم بتعتمد في فتواها على فتاوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وبالذات كان في الوقت اللي كان فيه بعض الأمور المستجدة زي الوباء اللي كان موجود اللي هو انتشار فيروس كورونا، فكان بعض المسلمين حول العالم بيتساءلوا عن بعض الأمور اللي هي مثلا زي بقى اجتماع الناس على صلوات الجمعة وعلى صلوات التراويح وصلوات الجماعات عموما، والناس مثلا كان يسألوا عن حكم أخذ الأمصال، ما هو برضو الأمصال بقى يعني بعض الناس بيتكلم في إن هي فيها مشتقات من بعض المواد ربما تكون محرمة أو أمر من هذا القبيل يعني. فكانوا بيلجأوا من كل دول العالم إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لأنه كان له السبق في إصدار دليل كامل اسمه دليل التعامل مع الأمراض والأوبئة. فلما أصدرنا هذا الدليل تقريبا الحمد لله رب العالمين أول مؤسسة إفتائية في العالم تصدر دليل في وقت أزمة كورونا كان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فده الحمد لله رب العالمين كان مثل انفراجة لكثير من الهيئات والمؤسسات الإفتائية حول العالم وخلتهم يرتكنوا في فتواهم على فتاوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أغرب الفتاوى اللي جات لكم من دول بره مصر بخصوص رمضان والصيام؟ يعني هو برضو الناس بره مصر طبعا أحوالهم مختلفة ومن بلاد شتى، ففي ناس مثلا عندهم طول الوقت نهار، وفي ناس عندهم طول الوقت ليل، وفي ناس عندهم وقت الصيام طويل جدا، وفي ناس عندهم وقت الصيام قليل جدا. فدي برضو يمكن كانت من الحاجات الغريبة اللي ممكن تقابل المسلمين في غير البلاد الشرق يعني، فيبدأوا يسألوا عنها الأزهر الشريف أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فكانت بتصدر الفتاوى اللي تناسب هؤلاء الناس وتناسب أحوالهم وتناسب البيئات اللي هم بيقيموا فيها خارج جمهورية مصر العربية أو خارج الشرق الأوسط عموما يعني. طيب احنا قبل ما نختم الحلقة عايزين منك نسمع دعاء كده واحنا في ليالي المغفرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمنا في أوطاننا، واملأ بلادنا أمنا وسلاما وسلما وإسلاما وسائر بلاد المسلمين، وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه، ويسر أمورنا واشرح صدورنا ووفقنا إلى كل خير يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل يا رب. اللهم أمين يا رب. بتبعتوا علماء من مركز الأزهر لدول تانية علشان تعلموا الناس ولا التعامل كله إلكتروني؟ هو إحنا الأزهر الشريف مؤسسة كبيرة، وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جزء من منظومة الأزهر الشريف، والأزهر الشريف ما شاء الله له مبعوثين في كثير من دول العالم، فجزء من هذه البعثات الأزهرية بيبقى من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بيخضعوا لامتحانات مكثفة جدا وبالمناسبة وشديدة جدا، وبيخضعوا طبعا لمقابلات شخصية
ربنا في تخصصات كتيرة جدا من ضمنها الدبلوماسية المصرية بتبقى ممثلة في المقابلات اللي بتفرز هؤلاء المبعوثين الأزهريين. ربنا يتقبل هذا الجهد وربنا يتقبل منا، وكل سنة وانت طيب ونورتنا حضرتكم جميعا بالصحة والسلامة. نشكر للشيخ أحمد إبراهيم المشاد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نورتنا يا شيخ أحمد. شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب، ونغتنم أيام المغفرة قبل ما ندخل على أيام العتق من النيران إن شاء الله. تصبحوا على خير، استنونا الخميس الجاي في كلمة السر.